بحملة تلقيح في مدينة عفرين وريفها، عفرين وريفها، حملة تلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وكانت في عدة مراكز ومنها مركز برامطة للمستقلين الكرد السوريين KKS. قام بمركز النشاطات تعليم نظري وعملي من مهجر، من كرد، من عربي. قامت بتحضير الكادر لتهيئته عملي، تدريب عملي ومهني قبل دكاترة مختصة، وكانت في عدة مراكز منها في المدارس، في المشافي، في عند حتى بيوت المختار بالحارات القديمة في مدينة عفرين في الجدارس. قامت بعدة تلقيح من الحصبة والحصبة الألمانية. نحن مدرسة تقريبا فيها 800 طفل لمدة 15 يوم من 3/11 ل 19/11 مدة الحملة. اليوم جيت لقحت الاولاد لقاح الحصبه الالماني، والحمد لله دغري استقبلونا ولقحوهم. حتى في عالم عم تمر على البيوت وخبرونا وزانوا الاولاد وقاسوهم واخذوا مقاساتهم. اللي معه سوء تغذيه عم يدعوه للمركز. يعني هلا مثل بنتي عمرها 2.5 سنين ناقصها كثير لقاحات، والحمد لله جبناه لهون ولقحوها.